منورتنا النهارده هنتكلم فيها معاكم عن الاهتمام باكتشاف المواهب ودعم الانشطه الرياضيه في مصر بكل اشكالها. وطالما هنتكلم عن الدعم الرياضي للشباب والاطفال وممارستهم لهواياتهم وتنميه مهاراتهم، فاكيد النادي الاهلي هيجي في المرتبه الاولى لانه بيمثل نسبه كبيره جدا من كل المنتخبات القوميه في كل الالعاب. وبيعمل الدور ده من اكتر من 115 سنه، وزي ما شفنا كلنا المؤتمر اللي كان معمول يوم الجمعه واعلن فيه كابتن محمود الخطيب عن تفاصيل المشروع الجديد لاكتشاف واعداد المواهب بالتعاون مع هولندا، واللي هيهتم بالاطفال من سن 4 سنين ل 16 سنه. واللي ممكن يسالني ويلفت نظره ويقول لي يعني اشمعنى هولندا، فممكن اقول لك إن هولندا بتتصدر قائمة الدول العالمية من حيث الرفاهية والاهتمام بالمواهب والكوادر، فده أكيد شيء هيضيف لنا، وعلشان كده مستنيين نشوف بداية المشروع ونشوف قد إيه عندنا في مصر مواهب تستحق الدعم فعلا. صح، ويمكن خلينا نقول ان دي مش اول مره نسمع عن مبادرات ومشاريع النادي الاهلي اللي بيكتشف من خلالها المواهب وبيدعمهم، لانه بالفعل بيهتم بالاكاديميات الرياضيه ودعم الاطفال والشباب في كل الرياضات الفرديه والجماعيه، وبيضم اكاديميات في الالعاب الرياضيه سواء داخل او خارج مصر. لكن الخطوه او خطوه التجربه الهولنديه مع النادي الاهلي خلينا نقول ان هي خطوه مهمه جدا جدا جدا، واللي طبعا بنشكر عليها كابتن محمود الخطيب على اهتمامه بحاجة مهمة زي دي. وكمان السفير الهولندي في مصر هان مولتس دوره كبير جدا جدا في المشروع ده، وردا برضو على سؤال ليه هولندا بالذات وهل ده شيء هيضيف لنا في مصر، خلينا نقول انه حوالي 5 مليون هولندي من اصل 17 مليون مواطن متسجلين في اكتر من 35 الف نادي رياضي. يعني كل الناس هناك في هولندا بتهتم بالرياضه، الغني الفقير بيطبقوا مبدا انه الرياضه للجميع، الرياضه شيء اساسي في حياتهم. فيمكن دي فرصه لشبابنا واطفالنا ان هم يتعلموا حاجه صح وياخدوا فرصه المساواه بالزبط. انه الرياضه فعلا يا اميره للجميع، وانه في رياضات بتحتاج فلوس كتير شويه عشان الاطفال يلعبوها. مزبوط. النادي الاهلي هيوفر لهم ده بالظبط كده. وكمان في حاجه تانية اضافه على الموضوع ليه هولندا، ان الطفل الهولندي مصنف عالميا في المرتبه الاولى في الرفاهيه والرياضه والعقليه والتعليم، فالتعاون ما بين هولندا والنادي الاهلي هيخلينا نشوف ثقافه مختلفه، نتعلم من الدراسات ومن التكنولوجيا اللي بيستخدموها في الرياضه، خصوصا ان هيكون في فريق من الخبراء الهولنديين عشان الاختبارات اللي هيعملوها للمواهب المختلفه، وبناء طبعا على ده كل طفل هيتحط في الرياضه اللي تناسبه واللي هو حاببها. وكمان من ضمن الخطط اللي عجبتني جدا ان هيكون في فترات معايشه للاطفال والشباب في هولندا، ففكره التبادل الثقافي ده يعني مهم جدا، ومن اكتر التجارب اللي ممكن تخلي الطفل مرن اكتر ومثقف وشجاع، وبتهيئه لتجارب كتير مختلفه، وده مهم جدا بالنسبه لنا ودايما بنناشد ليه. صح صح، وخلينا نقول برضو ان دي مش اول مره يعني نسمع عن المبادرات دي. انا بشوف ان تطور اي دوله او اي مؤسسه بيبدا من حاجتين مهمتين جدا 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 لازم نحط تحتهم مليون خط، اولهم البحث العلمي، وتاني حاجه الاستفاده من التجارب الناجحه اللي حوالينا. وده مش عيب الحقيقه، مش عيب ان احنا نعمل تعاون معاهم، نتعلم من خبراتهم. يعني زي ما قلنا قبل كده احنا لازم نواكب اي تطور بيحصل في العالم يا جماعه، خصوصا في الرياضه. الرياضه تاني وتالت ورابع هي القوة الناعمة للبلد، وإننا نهتم بالكوادر واكتشاف المواهب والتنمية على جميع المستويات هيختصر علينا الطريق في حاجات كتير قوي قوي قوي. وبدل ما عندنا محمد صلاح واحد هيبقى عندنا 100 محمد صلاح بالزبط. فده اهميته مهمه جدا 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 جدا، يمكن يا دوب المفروض نبتدي فيه دلوقتي. يا دوب فعلا فعلا يا هند، يعني فكره الاستثمار في الاطفال والشباب ده بجد اهم استثمار لاي بلد، وده اللي احنا بدانا فيه من فتره كبيره وبالنادي بيه بقالنا فتره كبيره، مش بس في الرياضه لا كمان مثلا في التعليم. بنعيش محاولات تطوير التعليم في مصر عشان نغير المنهج القديم اللي عفى عليه الزمن، اللي كل التلامذه والطلبه بيشتكوا فعلا من المناهج ومن التعليم اللي بيحصل. احنا يا جماعه بجد بجد لما بنبني اطفالنا بشكل سليم بنبني معاهم مستقبلنا احنا، عشان كده بنقعد نتكلم عن تربيه الاطفال وتنميه مهاراتهم وازاي نهتم بيهم والروتين الصحي والروتين الغذائي، وان كل اب وام يعملوا لعيالهم نظام من اول ما يصحى لحد ما ينام. كل ده ليه؟ يعني
يعني كل ده مهم لتاريخهم، لمستقبلهم، لثقافتهم، لمستقبلك انت ومستقبل كل الاجيال الجايه. ممكن حد يسمعني ويقول لي يا ستي كبري دماغك، ايه اي كلام اللي انت بتقوليه ده؟ لا بجد والله الكلام ده مش اي كلام حضرتك خالص. لو فكرنا شويه هنلاقي ان اللي بنقوله ده يمكن اهم حاجه ممكن نعملها، وخصوصا دلوقتي. ولادك ولادك هم مستقبلك ومشروعك اللي بتستثمر فيه فلوسك وصحتك ومجهودك، ولازم كلنا نهتم بالجانب النفسي ليهم. يعني مثلا تعلموا مثلا انه لازم يكون شاطر في المدرسة، لكن لو جاب نتيجة وحشة فلا، دي مش نهاية العالم، ذاكر وهتعوض وتنجح المرة الجاية. بلاش كلاكيع يعني وكبت نفسي للأطفال، طالما الطفل بيعمل اللي عليه، وده دايما المنهج اللي انا بتبعه، طالما عملت اللي عليك وبذلت مجهود وما ضيعتش وقتك، النتيجه دي بتاعت ربنا. صح صح. وخلينا نقول كمان يا اميره انه الاستثمار في ولادنا ومواهبهم وتربيتهم هو مش بالاكل والشرب واللبس، التربيه والاخلاق والالتزام يا جماعه وحاجات تانية اهم بكتير. وعلى فكره الموضوع ملوش علاقه بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي. ياما أبهات ما كانش معاهم فلوس وكانوا بيربوا ولادهم وبياخدوا ولادهم مشي لحد النادي علشان يتدربوا. أغلب، خلينا نقول أنه أغلب لعيبة الكورة مش جايين من الطبقة الاجتماعية المستريحة. أغلب لعيبة الكورة الأبطال اللي بنسمع عنهم واللي هم دلوقتي اللي رافعين يعني ماسكين الفرقة، بجد الناس دي بدأوا من تحت الصفر، ودي حاجة تحسب لهم ولأبهاتهم وأمهاتهم. احنا بنقعد نسمع قصص كفاح اللاعبين وممثلين ليه؟ صحيح. أكيد مش للتسلية، علشان نتعلم منها. حاول ان انت تستغل اي فرصة علشان تخلي ابنك يمارس الرياضة، سواء في مراكز سواء في نوادي، او تستغل فرص زي مبادرات اكتشاف المواهب زي اللي بنتكلم عنها النهاردة. خد ابنك من ايدك ووديه، حسسه بالاهتمام منك، حسسه ان الرياضة زيها زي الاكل والشرب. بالظبط كده. واحنا فعلا يا هند الفتره الاخيره في مصر بنشوف مبادرات مختلفه ومسابقات ومؤتمرات كلها بتتعمل علشان بس تكتشف المواهب، سواء كانت بقى مواهب رياضيه او غنائيه، عجبتني انا غنائيه دي، او ايا كانت هي ايه. ودايما زي ما قلنا في البدايه النادي الاهلي بيبادر في اي نوع من انواع الدعم الانساني، واكيد بنتمنى التوفيق لكل شبابنا واطفالنا الموهوبين، واللي باب النادي الاهلي دايما هيكون مفتوح ليهم. ونصيحتي بقى يعني لكل الناس، التغيير بيبدا لما تغير انت نفسك في طريقة تفكيرك وسلوكيات حياتك. إذا كنت هاوي أو محترف في الرياضة أو أي نشاط ثقافي، امسك فيه بإيدك وسنانك مهما كانت الظروف، اسعى عليه، حاول تحققه، نغير التفكير كل حاجة هتتحقق.